المسمى بتاع الأهلي به اللي بيتم توجيهه ليكم، باعتبار ان اغلب مسؤولي الجونه اهلاويه واغلب اللاعبين المعارين من الاهلي اتجاههم ناحيه الجونه، بل وحتى الفريق اللي بيكسب لنا بيراميدز اللي ما بنحبوش هو الجونه. ده كانت فخلاص بقت الرسمه واضحه يعني. ده بيضايقكم؟ ده انتوا بتعتبروه حاجه ممكن تعليكم كنادي، ولا حاجه مش عايزينها تتقال عليكم؟ بص يعني هو مش صح يعني. احنا مش ده كان الاتجاه بتاع النادي ان احنا يتقال علينا اهلي به. هي حصلت كده بالصدفه بسبب الاعارات اللي كانت كتير من النادي الاهلي، وهي ما كانتش من النادي الاهلي بس، احنا حاولنا نجيب من نادي الزمالك، وكان عندنا من بيراميدز اعارات، وكان عندنا من الجيش يعني. كان اول سنه عندنا اعارات كتيره جدا مش من الاهلي بس كانت الاغلبيه من النادي الاهلي، فدخل الاتجاه في الحته دي. لكن ما كانش حاجه خالص بتقول ان احنا الاتجاه بتاع نادي الجونه ان احنا بالاهلي به خالص، ما كانش ده في دماغ المسؤولين مين خالص. من الزمالك كنتوا عايزين تضموه في وقت سابق؟ مدبولي، دونجا، وانا تواصلت معاهم بنفسي بس الموضوع وقف. الاثنين راحوا الاسماعيلي بعدها. مظبوط. لكن كان في تواصل بينكم وبين مسؤولي الزمالك؟ يعني العلاقه في وقت من الاوقات كانت كويسه، ساءت، ما بقتش حلوه. لا هي العلاقة ما ساءتش، هي العلاقة كويسة، ودي بتبقى علاقة شغل. انت بتبقى عايز لعيب فبتتواصل مع النادي ده احتراما للنادي، وبتطلب منه اللعيب، ولما بيوافق بتتواصل مع اللعيبة وبيخلص الديل كده. لكن ما كانش في مشاكل خالص ايوه. زي ما بيتقال بين الجونة والزمالك والجونة وبيراميدز خالص، احنا كنا بنشتغل مع اي حد. احيانا كنت بشوف كده المدرج بتاع المسؤولين وقت ماتشات الزمالك والجونه، تحس ان هو على شعره مستني حد يقوم يستفز التاني، هيمسكوا في بعض، ببقى قلقان وانا بتفرج. بص ده سبب السوشيال ميديا اللي صدرت ان نادي الجونه عنده مشاكل كبيره مع نادي الزمالك، وان نادي الجونه بيلعب قدام الزمالك غير ما بيلعب قدام الاهلي، رغم ان انت لو شفت ماتشاتنا كلها مع الاهلي انت بتخسر في اخر دقيقه، وعلى طول اللعيبه بتموت. كان في 4 السنة اللي فاتت، ده وارد، ما انت خسرت من الزمالك اكتر من هدف مظبوط، يعني. ما في لا 2 برضو السنة اللي فاتت من بالظبط، الزمالك. بس اخر ماتش مع الاهلي انت خسران بكوره، والمفروض كان الفار يرجع احمد فتحي. فيعني الماتشات كلها بتاعت اهلي وجونه، زمالك وجونه، بيراميدز وجونه، هي ماتشات اصلا سخنه يعني. ما مش 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 يعني اللعيبه مش متوجهه ان هي تكسب الزمالك وتسيب الاهلي خالص. الكلام اللي كان بيتقال ده مش صح خالص يعني. على مستوى الصفقات والاجانب تحديدا، انا بيعجبني قوي سيرجي اكا، لاعب خط الوسط، ان هو بيعرف يقطع الكرة كويس وبيعرف يبني هجمات، يعني لمسته حلوة، غير ان هو كتر حلو في نص الملعب. جبتوه منين؟ لانه جه في هدوء تام واستمر، هو اعتقد سنة ثالثة او ثانية بالنسبة له مع الجونة، مظبوط. فازاي انضم للفريق؟ بص كان الأفارقة، الفايل بتاع الأفارقة كان في ناس بتشتغل عليه، ومنهم كان حسام الزناتي بيشتغل عليه، وهو حضر. قبل ما يتولى مسؤولية الاتحاد المصري على لجنة المسابقات. كان موجود، لأن حسام كان من الناس اللي كانت موجودة واحنا في الدرجة الثانية، وهو كان ليه عامل كبير قوي في صعود الفرقة، فكان شغال على فايل أفارقة، وهو بيحب الحتة دي وبيعرف يختار كويس. ففي لعيبه كتيره جدا من الافارقه احنا كنا بننزلها الملعب يعني، احنا كنا بنجيب اللعيبه ننزلها الملعب ونشوفها ونختارها، فكان في شغل كتير قوي في الحته دي. عشان كده احنا من الناس الاجانب عندنا مميزين شويه، لان كنا بنختارهم بطريقه مختلفه شويه يعني.